على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصايف تاتي في المركز الثالث، وياتي سعيد بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع تقدمت في هذه اللحظات ووصلت هنا الفاتنة لتعود ملكيتها لا عبد الله بن حم العامري، تتواجد في المركز الخامس بينما المركز السادس تواجدت فيه وتقدمت في هذه اللحظات، وصلت على المركز الخامس وعد لظافر بن هادي بن مسعود الاحبابي المركز السادس. شوف القدوم، وصل بن عميره في هذا المنطلق وفي هذا الاندفاع ليقدم لنا السرية مبارك بن حمد بن عميرة الشامسي، بينما المركز السابع في هذه اللحظات ووصل بن مروشد كذلك، وصل بن مروشد ومقدم لنا سرابة راشد بن سعيد بن محمد بن مروشد، بينما المركز الثامن من الجانب الآخر وصلت بشاير وذياب بن محمد بن ركاض العامري، والمركز التاسع قدوم على تاسع المراكز من قبل هواي لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، والمركز العاشر اللي هي الشاهينية القرين بن علي بن القرين العامري. هذه العشر المراكز الأولى في شوطنا العاشر في اللقاية المهجنات الأصاي البكار الذي انطلقت خلف العشر المراكز، ياما وياما من شعارات وأسماء ترقب والأثارة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع. بعد العشر المراكز أعود مرة ثانية إلى المركز الأول، وهذه السرية تقود المشاركة، مبارك بن حمد بن عميرة الشامسي تتقدم وتقود هذا السيل وهذا الكم الهائل من البكار اللقاية، بينما المركز الثاني ثاني المراكز تتواجد فيه وتتقدم مع بن يهويل الضبي حمد بن محمد بن يهويل المري على المركز الثاني. وصول في هذه اللحظات من سرابة راشد بن سعيد بن محمد المهيري هنا تنطلق في هذه اللحظات على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصلت هوايل سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي تقدمت على رابع المراكز. وصل بالقوبع هناك كذلك وشعاره حميد بن سالم بالقوبع على المركز الخامس. المركز السادس تقاربت الأسماء، وصلت السعدية سعيد بن راشد بن حمد بن غدير على المركز السادس، بينما المركز السابع المراكز قدوم من وضوح ووضحة مصبح بن سالم أو صبيح بن سالم الغيلاني، وصل الغيلاني كذلك. شوف الأسماء ما شاء الله تبادل سريع وخطير للغاية، يا سلام بنت شود وصلت حمد بن محمد بن سالم بن يهويل المري اللي يقدم شود. يا سلام، اشتدت المعركة وظهرت الأسماء، تبادلت المراكز، الموقف حساس للغاية. الثمان 100 متر الأخير، والسعدية المحنك بحنكة التضمير في هذا الانطلاق يقدم السعدية سعيد بن راشد بن حمد بن غدير. ولكن شوف القدوم من الجانب الثاني، وضحة صبيح بن سالم بن عوف الغيلاني واصل الغيلاني. الله 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 يا صبيح، أشكرك على هذه المشاركة الفعالة على هذا الانطلاق الجميل. يا سلام واضحة بالمركز الأول، والسعدية لا زالت في التنافس. السعدية واضحة والسعدية صبيح بن سالم بن عوف الغيلاني يقدم هذه الانطلاقة، ولكن السعدية عادت للتنافس. سعيد بن راشد بن غدير السعدية واضحة تهانينا صبيح بن سالم الغيلاني على فوز واضحة بالمركز الأول. السعدية لا زالت الثنتين في أداء جميل في رقص في الأمتار الأخيرة، ما شاء الله خلاص واضحة، سلام السلطنة سلام في هذا الصباح. صبيح بن سالم بن عوف الغيلاني ينتزع ناموسي هذا الشوط. المركز الثاني وصلت فيه السعدية لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير، المركز الثالث لسعيد بن خليفة بن رشيد، والمركز الرابع شود لحمد بن يهويل المري، والمركز الخامس هوايل لسعيد
سعيد بن خليفة بن رشيد. هكذا الخمس المراكز، شوط كان مثير للغاية، حمل الأثارة وحمل التنافس حتى الرمق الأخير في هذا الشوط، ولكن تمكنت وضحة من الفوز لتهدي السلامات من ميدان المرموم من دانة الدنيا دبي إلى أهالي السلطنة هناك في المنطقة الشرقية في جعلان، وأصبيح بن سالم بن عوف الغيلاني الذي حقق هذا النصر وهذا الفوز كالعادة. 6 دقائق و5 ثواني 22 جزء من الثانية، تهانينا والناموس. بينما السعدية كذلك قدمت أداء جميل ورائع للقاية وتنافس شيق، سعيد بن راشد بن حمد بن غدير المحنك، تهانينا على هذا الفوز بالمركز الثاني. 6 دقائق و6 ثواني و6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بينما وصلت في المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي في 6 دقائق 10 ثواني 17 جزء من الثانية، تهانينا والناموس للجميع.